السلام عليكم. اليوم جايبكم مقطع جديد، اليوم جايبكم مقطع روكت ليج جديد. اعتذر على القطع اللي صايره في القناه، لكن والله النت يا شباب معذبني بشكل يا ساتر. خلونا ندخل على المقطع اليوم بسرعه كذا عشان ما نطول السالفه. للامانه لفتره العب بس اوقات يعني غلط، بعد الفجر زي كذا، لان النت يكون وقتها كويس. تقول ليش ما تصور بعد الفجر؟ ما اقدر، يكون فيه النوم، وجهي كذا ما هي اني صور. تخيل انك تشتري اغراض روكت ليج، واذا ما استلمتها خلال 24 ساعه راح ترجع لك فلوسك وتاخذها ببلاش. ما يحتاج تتخيل، هذا هو كايزن. ودك باغراض كريدت، رفع رانك، حتى تقدر تبيع لهم الاغراض، كل هذا وبارخص الاسعار حرفيا. وعندهم كل المنصات، كل طرق الدفع متوفره عندهم، حتى الابل باي. لا تنسون كود بي اس ال قبل ما تشترون. يعطيكم العافيه، خليكم على المقطع. دخلنا على شوب، حط كود بي اس ال كذا على السريع. موقع كايزن تحت في الوصف. اللي يبغى كريدت عندهم تطبيق، عندهم ابل باي، عندهم كل طرق الدفع. كود بي اس ال يخصم داخل تطبيق او داخل الموقع حقهم. رابط كايزن في الوصف. خذيت منهم كريدت، والله شاري منهم كريدت. حط كود بي اس ال ونشتري السياره اللي سعرها فوق 1050 ريال. خلينا نقول فوق 1000 ريال. سياره سعرها 1000 ريال نزلت في ايتم شوب 1100 كريدت، يعني عباره عن 29 ريال 30 ريال شيء زي كذا. والله العظيم يا ساتر. في هذه الحزمة اذا تبون انزل عنها، اللي هي حزمة بوما، اكتبوا لي تحت في الكومنتات عشان اشوف هل تحمسين لها ولا لا. السيزن باقي له حوالي اسبوع شيء زي كذا، لكن خلونا نشتري السيارة. بسم الله وعلى بركة الله. هلا بي تايتانيوم وايت، نخش كوب 2v2 تشامبيون 1 ديفيجن اي في. وحاليا في دبل اكس بي، فاللي ما وصل الروكت باس ليفل كذا كويس، يعني تلاحظون لعبي ترى الحين صرت العب بالاير رول ليفت او الاير رول رايت. الزبدة صرت العب كذا يعني باير رول واحد، ما عندي ايرول ثاني عشان اضبط لعبي شوي، عشان يكون لعبنا فيها مهارات وحركات وبركات. لاحظت ان لعبي صار سريع، بنزل مقطع كامل ان شاء الله. هل لعبي تحسن؟ هل لاحظت شيء؟ يعني لاحظت ان في التصوير يصير مخيس لعبي عادي. نحاول نسوي فاست كيك اوف ان شاء الله يضبط معنا. يعني تكفى خويا اسيست اديني. اوكي جاب العيد. تكفى هدف يا عمري وربيكو ابايتشو الله ما ادري ايش اسمك صراحه، يعني اسف. ماش يبوس ولا كنت بلحق اسوي جنب ست يعني ان شاء الله. يعني اوه وات سيف، والله وات سيف يا خوي. تكفى يو والله قادت امشي واللاق ما يوقف خلاص. لا ضاعت عشان ما حد يسأل مره ثانيه ليش لابس نظاره شمسيه، لاني يعني مسوي عمليه في عيني، الاضاءات تجي عيني ولازم اصور وانا لابس نظاره. وسلامتكم. لا شو لك يا خوي، والله اسست. لا اله الا الله. مالي تصير ضيعها اللهم لك الحمد. تكفي خوي. لا عشوا اعطيه. تكفى والله ناشبين صراحه. اسخف هدف جاء، مليون نشوت مليون، واسخف هدف جاء، سووا فليب على ورا، اوكي، عطيه، يا ساتر، لا تكفى، لا، الحمد لله، المباراة الأول تن، وديني على الجيم اللي بعده، يلا يا خوي بسم الله، هذا شكله معفك، يب، تكفى يا خوي، والله مضبط لك، والله مضبط لك. الو يا الله ليتني ما حطيت الاير رول بس. والله يا ساتر احس اني من زمان ما لعبت بالدمنز عشان كذا الوزنيه تعبانه يعني ولا ايش؟ ولا هذه تصريفه ما ادري ترى. يبغى يسوي فيك علي، الله ما يستحي، والله ما يستحي. حاطني تكفى. ما عليه يا اخوي. اوكي استر عليه. استر عليه. اصدفت معه، حلو. يصدمه. لا
لا تكفى تكفى لا 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 الله لا غدرت يا شباب حلك أصدق خايسة بس والله قهر أن تضيع والله والله قهر استر عليه أنا آسف يعني بس والله طولتها والله جريت به هدف يا ساتر تكفى 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 يا خوي تكفى ايه نايس شوت بعيد عني يا اخي كذب والله يا رجال والله يا رجال يا ساتر شي حقد ذا عطا نايس شوت نايس شوت بعد ما سوى الحركه اللي قبل شوي ليه امشي يا عمي الدمون الزوج ذا والله بلكاته سم ما ابغى ناوي في الاخير بس ما قدرت الحمد لله امشي الحمد لله والله العظيم ما ادري شلون كذا انا على بالي اننا متقدمين اوه يا ساتر لا تكفى لا 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 لا, لا يا اخوي لا الله خشته ما له داعي بسم الله امشي اوكي هدفك تكفى هدفك هدفك لا 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 اشوا والله العظيم شوطه خفيفه تقار تكفى لا والله اشطف الكوره شط يمديك يمديك يا خوي يمديك وغلط اني اطير والله غلط لا يا خوي ما تخش عكس تكفى والله ان اسست اسطوري شوف القرايه تكفى لا 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 ما معي بوست والله ما معي بوست ايوه تكفى والله حاولت ارفعها صح عليك والله حاولت اني ارفعها عشان ما يصدها بس خوينا عياله من تنادي في الشات طيب اسستات طيب اعطيك اسستات تدرس تكفى ما يبقى قلت بس ما يبقى الجيم الثالث على التوالي لازم لازم ندافع زي كذا روح روح يا عمي روح ها برا والله جابها ساتر السيف والله سيف مفروض يحسب لمسته لمسه بس امزعها يا اخي امزع تكفى امشي سوي استقعدنا قبل شوي نستقعدنا والله اني ناوي اصدمك بس ما ادري شلون صدمتني انت قريت باس الله يقريت باس اشكرك بس تفكير تكفى الحق اخوي ماله ماله امشي امشي والله اشتقات شوت يا خوي اوكي انا ما ادري اطير ولا ما اطير تكفى تكفى لا والله حلوه بس فوق شوي ليش ما طرت معها والله اني ما ادري المفروض اني اروح دربل معها سهله مره ذي شوف يا خوي انا ما معي بوست معي 20 يعني بس والله ما تفيك الولد على بالي تفيك اعطيه لا 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 يا عمري تفهم شطف البوست حلو تفهم برا اوبوه والله بغى يجيبها يا ساتر لا لا بالمسألة تفهم مضبطت 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 يقطع من غبنا لا اله الا الله
يا عمري يا اخوي تفهم. جي جي يا شيخ، يعطيكم العافية على المشاهدة، إن شاء الله استمتعتوا، اللي ما اشترك يشترك، فعل زر التنبيهات، بكم على خير، سلام.